صباح النور اخوان الاعزاء، اخوان الكرام، كل شيء بخير صحيحه. المهم اليوم واحد الجوطيه كنت نمشي ليها، كنت متلقى فيها والو. اليوم كانت زوينه، هادشي كامل ب 35 ليره. فيها هادي ديال لا بيندور، فيها هادي ديال الكيكه، فيها هاد الصينيه، فيها هاد التويشي، هاد الديكور، هاد الطوموبيل، هادي فيها هذا عام تاني تا هو، فيها هذا، فيها هذا البانيو، هذا البانيو، هذا اللعيبة، وفيها كذلك هذا البونجات هذا. يعني هادشي كامل ماشي 35 ليرة يا ربي، 40 ليرة. هادو 25 ليرة، هادو ثلاثة، هاد لي ديكور. اما البقية كامل 15 ليرة، هادي وهاد البانيوات وهادشي هذا. تمشي لبيم تلقى البانيو بستة ليرة، سبعة ليرة. بوغتو هنايا شريت غير هادي، غير هادي بوحدها راه معرفت شحال غادي نشريها، ديال الكيكة هي جديدة تقريبا. المهم هاد الجوطية هادي جات بالنسبة اللي تيعرفو ابجيلار ماركيزي الميتروبيس، راه كاين واحد لوبيس تمايا سميتو 142 اف، تيجي بتاليها غتهبط في محمد سيد يشير كنت، باينه البلاصه، واحد البلاصه راه تيكون فيها دوك الناس اللي تيبيعوا تيديروا لا فيراي وداك الشيء، راه باينه غيبان لك القوس ديال يشير كنت. تهبط تمايا غيبان لك واحد المعامل، واحد سميتو تهبط تمايا. الجوطيه تكون غير نهار الحد، والحد وتتكون زوينه ما بين 11 وديك الجوج بحال هكاك. دونك تتلقى فيها مره مره دي تريك زوينين اللي تشريهم ب 1 ليره 2 ليره. المهم حسن ما الانسان يبقى يشري باثمنه زايده في الاخر باش يجي يبغي يبيع داكشي يبيعه ولا يخليه ولا يسامح فيه. انا اغلبيه الحوايج تنتقداهم دابا من تمايا اللي لقيت.